السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض حل امتحانات المعاصر الصف الأول الإعدادي من كتاب A Week is Enough، كتاب الامتحانات الإضافي اللي جاي مع كتاب المعاصر. ومعنا النهاردة صفحة 89 89. السؤال الأول زي ما تعودنا: Listen and choose the correct answer from A, B, C or D. استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. هسمع ونبدأ إيه نختار. باسل was born in 2007. Basil was born in Cairo. Basil started school in 2012. Basil is talking about the important events in his life. In Cairo. Basil started school in 2012 أو 2012. يبقى ده السؤال الأول. نص الاستماع بيتكلم عن باسل، اتولد في عام 2007. بيتكلم عن الأحداث المهمة في حياته. اتولد في مدينة القاهرة. بدأ مدرسته في عام 2012. السؤال الثاني: Complete the following dialogue. اكمل المحادثة الآتية. عاصم and نبيل are talking about last weekend. بيتكلموا عن ايه؟ عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة. Did you enjoy your last weekend؟ قال له إجابة. طبعا ديد هنا بمعنى هل. قال له سؤال، قال له in a sports center، في مركز رياضي. قال له سؤال، قال له with my friends، مع أصدقائي. What did you enjoy doing there؟ تمتعت بإيه هناك؟ قال له إجابة. Is there a swimming pool؟ هل في حمام سباحة؟ قال له إجابة. يبقى نبدأ نحل. Did you enjoy your last weekend؟ Yes I did. هل تمتعت بآخر إجازة لك؟ قال له أيوة. قال له مثلا رحت فين؟ قال له في مركز رياضي. أو أين قضيت الإجازة؟ Where did you spend مثلا your last weekend؟ قال له في مركز رياضي. قال له مع مين رحت؟ يبقى with whom، مع من. هم دي للمفعول، او ممكن with هو عادي. Did you go؟ رحت مع مين؟ قال له رحت مع اصدقائي. قال له what did you enjoy doing there؟ طبعا قال له بعد كده في حمام السباحة، يبقى I enjoyed مثلا swimming، تمتعت بالسباحة زير هناك. قال له is there a swimming pool، في حمام سباحة، يبقى yes there is أكيد. فكرة سهلة وبسيطة. السؤال التالت قطع عليها مجموعة من الأسئلة. I don't know which job I want to do when I am older. يعني أنا مش عارف أنا وظيفة أشتغلها لما أكبر. But education، ولكن التعليم، is very important، مهم جدا. I hope that I pass my exams، أتمنى أن أنا أجتاز امتحاناتي. So that I can go to university، عشان أقدر أروح الجامعة. I am going to work hard، أنا سوف أعمل بجدية. If I go to university، لو أنا هروح الجامعة، I'll study math، هدرس رياضيات. It's my best subject، هو أفضل موضوع ليا. I don't like flying، أنا ما بحبش الطيران. So I don't want to travel around the world، مش حابب أسافر حول العالم. I want to get a good job in Egypt، عايز وظيفة في مصر. I want to teach maths، عايز أدرس الرياضيات. If I have enough money، لو أنا معايا فلوس كفاية، I'll buy an apartment، سوف أشتري شقة. هنا apartment شقة، ممكن يسألني في معناها إيه مثلا. Near the Red Sea، بالقرب من البحر الأحمر. I'll get married، سوف أتزوج. But how many children، بس كم عدد الأولاد. Will I have، اللي هيكون عندي. I don't know، لا أعرف. هنا أسئلة القطعة. After finishing نقط school you can go to university، بعد نهاية المدرسة إيه ممكن تروح الجامعة. طبعا هنا primary ابتدائي، preparatory إعدادي، secondary ثانوي، nursery طبعا لا، يبقى secondary. بعد نهاية المدرسة الثانوية ممكن تروح الجامعة. The underlined word apartment، هنا apartment ليها معنى تاني، ليها فلات شقة. The underlined pronoun it، هنا it refers to، يتعايد عليه، على الماس اللي هي ايه مادته المفضلة. أسئلة القطعة نوعين، سؤال اختياري وسؤال ايه اجب. Give a suitable title for this passage، ادي عنوان مناسب للقطعة. انا بتكلم عن ايه؟ احلام الكاتب. يبقى ممكن اقول the writer's dreams.
What will he do if he has enough money؟ هيعمل ايه لو معاه فلوس كفاية؟ ممكن اقول ايه؟ هيشتري شقة ويتجوز. يبقى he will buy an apartment and get married. طبعا هيشتري شقة بس أو شقة على البحر الأحمر، مفيش مشكلة. ممكن نقول he will buy an apartment near the Red Sea and get married. Why do you think the writer wants to teach maths؟ ليه بتعتقد إن الكاتب عايز يدرس الرياضيات؟ أكيد عشان هي مادته المفضلة. Because it's his best subject. السؤال الرابع، choose اختياري. I like mountain not very much although it's difficult. أكيد mountain climbing، أحب تسلق الجبال مع إنها أو بالرغم إن هي صعبة. أكيد buses cars and trains، الأتوبيسات والسيارات والقطارات are means of transport، وسائل النقل. I give a special note to my father on his birthday party، في حفلة عيد ميلاد أبويا عطوا إيه؟ present، هدية. The view from the top of the tower، يعني المنظر من أعلى البرج، is very fantastic، رائع. I like it، أنا إيه؟ حبيته. My teacher was angry، مدرسي غضبان. Because I not a lot of mistakes، لأني ارتكبت الكثير من الأخطاء. يبقى because I made يعني ارتكب a lot of mistakes. The nut is at the top of a house or building، أكيد الروف، السطح، في أعلى بيت أو منزل. نقط cars won't need drivers، السيارات اللي مش بتحتاج سواقين يبقى driverless، اللي هي بدون سواق. If you touch a jellyfish، لو هتلمس الجيليفيش هتلدغك، يبقى it stings you في المضارع البسيط ومعاه شوية بحط الفعل اس. It isn't hot today، الجو ليس حار اليوم. ده سؤال مزايل، هنا منفي يبقى مثبت، يبقى is it. When did they؟ did والفاعل والمصدر، يبقى start، did والفاعل والمصدر. السؤال الخامس correct. The children، الأطفال، made these toys، بيعملوا الألعاب دي بأنفسهم، تبقى themselves. هنا itself لو مفرد غير عقل، دي جمع، سواء عقل أو غير عقل، الجمع حطها themselves. Trains، القطارات، أسرع من الأتوبيسات، يبقى faster، مقارنة بين اتنين، faster than. I am going to visit، على طول، to المصدر، going to المصدر، سوف أزور سينا. Let's eating، لا طبعا، let's eat، let's بيجراها المصدر. السؤال السادس هو paragraph، إن شاء الله هنزل فيديو شرح paragraph بعد نهاية الامتحانات. اكتب paragraph من 80 كلمة على your favorite sport، سهل جدا، اكتب العنوان في نص السطر، أسيب مسافة في أول سطر، حرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة فول ستوب، أراعي علامات تلقيم، أراعي تكوين الجملة، ونكمل مع بعض الامتحان رقم 15 صفحة 92 محافظة الفيوم. السؤال الأول لسن زي ما تعودنا هنسمع ونختار. هنا بيقول لي تحيا مصر بريدج is the world's widest suspension bridge. It opened in Cairo. It is 540 meters long. More than 4,000 people helped to build it. It took 32 months. 32 months. خد 32 شهر to finish the bridge. يبقى في الامتحان لو جاب لي نص استماع ممكن يجيب لي ان لما اسمع النص ممكن يكون اول سطر اجابة السؤال التالت السؤال الرابع، فنسمع بتركيز ونكون قارين الاسئلة الاول. السؤال التاني محادثة. Complete the following dialogue. Rami is asking Ali if he went to Siwa. Rami بيسأل علي اللي هو راح لسيوة، قال له did you go to Siwa؟ قال له إجابة. قال له when did you go there؟ إمتى رحت؟ يبقى أكيد راح. قال له سؤال، قال له I swam in the lake، عمت في البحيرة. قال له سؤال، قال له أنا نمت في خيمة. قال له إيه طعامك المفضل؟ نبدأ إيه نحل. Did you go to Siwa؟ يبقى yes I did. ما ينفعش no I didn't طبقا للمحادثة، يبقى لازم أقرأ المحادثة الأول. When did you go there؟ أقول له I went there last year، السنة اللي فاتت. What did you do there؟ عملت إيه هناك؟
قال له عمت في البحيرة. قال له where did you slept؟ أين نمت؟ where did هنا تبقى you sleep، where did you إيه sleep، عشان did والفاعل والمصدر. where did you sleep there؟ أين نمت هناك؟ قال له نمت فين؟ في خيمة. قال له what was your favorite food there؟ my favorite food was، أي حاجة عايز تكتب، البلح، عايز تكتب اللحمة، مثلا was meat there، بس هي طبعا مشهورة بالبلح أكتر. أوكي، عايز اللحمة هناك أو البلح هناك، اللي يعجبك. هنا السؤال التالت، قطع عليها مجموعة من الأسئلة. بلاستيك is everywhere، أكيد البلاستيك في كل مكان. We use it for many different things، بنستخدمه لأشياء مختلفة. The problem is، المشكلة بتكون إيه؟ بلاستيك stays in the environment، إن البلاستيك بيفضل في البيئة for a very long time، لمدة طويلة. Some of the plastic people find on beaches، بعض البلاستيك اللي الناس بيلاقوه على الشواطئ is about 100 years old، عمره كام؟ حوالي 100 سنة. We can recycle، كلمة recycle يعني يعيد تصنيع، نستطيع أن نعيد تصنيع some plastic، بعض البلاستيك. But most of it، بس معظمه goes into the ocean، بيوصل للمحيط. بلاستيك is poisonous، سام، when animals eat it، عندما تأكل الحيوانات. Every year، كل سنة more than 100,000 sea animals، أكثر من 100,000 حيوان بحري and birds وطيور die from plastic، بيموتوا منين؟ من البلاستيك. Dolphins and sea birds also swim into plastic fishing lines، حتى الدولفينز والطيور البحرية بيعوموا أيضا في داخل إيه؟ الشباك الصيد البلاستيك. We must try to use other materials، يعني يجب أن نستخدم إيه؟ مواد خام أخرى such as paper، زي الورق and glass والإزاز. For example، على سبيل المثال، because these دي عايدة على إيه؟ على paper and glass، عشان هذه المواد الخام are easier to recycle، سهل إعادة تدويرها. When we use a plastic shopping bag، لما بنستخدم حقيبة تسوق بلاستيك، we should try to use it، ينبغي أن نحاول استخدامها more than once، أكثر من مرة. We mustn't throw away these bags، لا يجب أن نرمي هذه الحقائب، أكيد عشان ما تضرش البيئة. It will take a long time، هتاخد وقت طويل to clean all the plastic rubbish، في تنظيف القمامة البلاستيك from the beaches، من الشواطئ and the ocean والمحيط. But we mustn't stop trying to help our planet، ولكن لا يجب أن نتوقف عن مساعدة إيه؟ كوكبنا. هنا زيز عايد عليه paper and glass، الورق والإزاز. يعني كلمة recycle يعني use again أو reuse، يعيد استخدامها. It's better to use paper، من الأفضل أستخدم الورق عن إيه؟ عن البلاستيك طبعا. Give a suitable title for this passage، ادي عنوان مناسب للقطعة، أو مثلا how to help، how to help our planet، ازاي تساعد ايه كوكبنا. What do you think about plastic؟ هقول اعتقد I think it is poisonous، ان هو سام، ممكن اقول ايه and dangerous كمان، وخطير كمان. Why is plastic dangerous for animals and birds؟ ليه البلاستيك خطير على الحيوانات وعلى ايه الطيور؟ عشان الحيوانات والطيور ممكن يموتوا من ايه البلاستيك. Because many animals and birds die from a plastic. السؤال الرابع، choose the birds، الطيور دي جمع، sleep in caves to protect themselves، بيناموا في الكوف عشان يحموا أنفسهم from eagles، من نسور. We can't go نقط because there is no wind، ما فيش رياح، يبقى مش هنعرف نمارس رياضة الويند سيرفينج. Do you like to work with other people؟ هل بتحب تشتغل مع الآخرين؟ Or do you prefer working alone؟ ولا بتحب تفضل إن تشتغل إيه؟ هنا alone بمعنى بمفردك.
Let's go on a big wheel at the fun fair. أكيد في الملاهي. استاديوم الاستاد لا، اكواريوم متحف الاحياء المائيه، ميوزيوم متحف لا طبعا. هاو نقط يور ويك اند، هاو ووز كيف كانت اجازتك. ما ينفعش ديد ولا دو ولا داس عشان التلاته دول بيجراهم فعل في المصدر او بعد الفعل فعل في المصدر. هنا كيف كانت اجازتك. ايرث الكره الارضيه از وان اوف 8 بلانيتس، واحد من 8 كواكب بيلف حوالين ايه الشمس. We know things by using the meter or kilometer. أكيد إحنا بنقيس الأشياء بالمتر أو بالكيلومتر، يبقى we measure. بنقيس. طبعا هنا جس يخمن، كاونت يعد، وي يزن، لا اليزن بالكيلو جرام مثلا. أو نوت هاز 8 ليجز، 8 أرجل، يبقى الأكتوبوس الأخطبوط. A نوت كان فلاي بات إت دازنت هاف أ بايلوت، بتطير ولكن بدون طيار، يبقى درون. طيارة بدون طيار. People not drive a car in 2080. ده تنبؤ، يبقى want. تنبؤ بدون دليل في المستقبل. Will I want؟ هنا السؤال الخامس. Will you going to visit your friends? Are you؟ ما ينفعش will. Will والفعل والمصدر. هي القاعدة بتقول لي going to بيجي قبلها verb to be. يبقى are you going to؟ هل هتزور أصدقائك؟ The 6 o'clock train left 10 minutes ago. مشي منذ 10 دقائق. Ago هنا بمعنى منذ. He was the better، لا the best طبعا. You must to take، لا you must take، عشان must بيجراها المصدر بدون إضافات وبدون أي حرف جر. الباراجراف على my last weekend، آخر أجازة ليا، هتكلم عن رحلتي اسكندرية، لشرم الشيخ، للبحر الأحمر، لحديقة الحيوان، رحت مع مين، رحت إزاي، رحت إمتى، عملت إيه. إن شاء الله هنزل فيديو شرح الباراجراف ونكمل مع بعض الامتحان رقم 16. محافظة المنيا. السؤال الأول listen and choose. نسمع ونختار. هنا بيقول لي نهى is an English teacher. She teaches primary school students. She helps her students understand their lessons. Miss نهى rewards her students. Rewards بتكافئ her students when they do well. السؤال الثاني محادثة. مروة وجانا are talking about تحيا مصر بريتش، بيتكلموا عن كوبري تحيا مصر. هقراها كلها وبعد كده نحلها، نفهم بس الفكرة. هاي جانا، هاي مروة. سؤال إجابته I went to enjoy the view across تحيا مصر بريدج، رحت لكي أتمتع بمنظر عبر تحيا مصر بريدج. ممكن نقول إيه؟ رحت فين؟ أو ليه رحت لكوبري تحيا مصر؟ Oh really؟ سؤال It took 32 months to finish، خد 32 شهر عشان إيه يخلص، يبقى خد قد إيه عشان يخلص أو يتبنى. Do you know؟ هل تعرف؟ It's the world wide suspension bridge، إن هو أعرض كوبري معلق في العالم. أكيد إجابته آه. What is the best time، إيه أفضل وقت to cross the bridge، تعدي فيه الكوبري. إجابة Do you like to go there together، هل بتحب نروح هناك مع بعض. أكيد آه. نبدأ نحل. يبقى سؤال إجابته I went to enjoy the view across تحيا مصر bridge، يبقى Why did you go to تحيا مصر bridge، ليه روحتي لكوبري تحيا مصر. Why did you go across تحيا مصر bridge، أو where did you go، أو why did you go to تحيا مصر bridge. دي صح ودي صح. عشان أتمتع هنا to enjoy the view، عشان أتمتع بالمنظر فقلت why أفضل. Or really how long did it take، يبقى الإجابة فيها مدة، يبقى كام المدة. How long did it take to finish it، 32 شهر. Do you know، هل تعرف إن هو أعرض كوبري في العالم. هقول له yes I do. What is the best time to cross the bridge، هقول at sunset، وقت غروب الشمس. أو ممكن أقول the best time to cross the bridge is at sunset. Do you like to go there together؟ Yes of course. نعم بالطبع. ده سؤال المحادثة. القطع نقرأ ونترجم ونحل. Anne is from England، هي من إنجلترا. She is now in Egypt on holiday، هي الآن دلوقتي في مصر في أجازة. She has spent 2 days in أسوان، قعدت يومين في أسوان. She enjoys seeing the high dam، تمتعت في أسوان برؤية السد العالي. She thinks that، هي بتعتقد
people of Aswan are so friendly. الناس في أسوان ودودين. She still has five more days. لسه فاضل لها 5 أيام كمان. In her holiday. طب تعال نشوف كده في ال5 أيام الباقيين هتعمل إيه. Her friend سلمى، صديقتها سلمى، invited her to visit her village. عزمتها تزور قريتها. يبقى هير دي عايدة على سلمى. Anne is going there tomorrow morning. أنا هتروح بكرة الصبح. She had decided to spend 2 days with her friend. هتقعد يومين مع صديقتها. And her family وعيلتها. سلمى will show her how Egyptian villagers live and spend their holiday. هتوريها ازاي سكان القرى بيعيشوا بيقضوا يومهم. يبقى كده هتقعد يومين فضلها في الأجازة كام يوم؟ 3. She will go to Alexandria for a day. هتقعد في اسكندرية يوم. She intends to visit the place where the lighthouse was one day. هتزور المكان اللي كان فيه المنارة في يوم من الأيام. يبقى هيتبقى يومين. She is going to stay the rest of her day in Cairo. هتقعد باقي الأجازة فين في القاهرة؟ اللي هو يومين. She wants to visit the Egyptian Museum. عايزة تزور المتحف المصري. She would like to visit the Pyramids of Giza. عايزة تزور أهرامات الجيزة. يبقى السؤال الأول، هي عايدة على سلمى. طيب villagers سكان القرية اللي هم farmers مثلا المزارعون. أنا هتزور المكان المنارة فين؟ أكيد في اسكندرية. What is the main idea of the passage؟ إيه الفكرة الرئيسية للقطعة؟ ممكن نقول and her visit to Egypt، وزيارتها لمصر. ان وزيارتها لمصر، وممكن نقول اي عنوان مناسب تاني. صح. How long is Anne going to spend in Cairo؟ هتقعد قد ايه في القاهرة؟ 2 days بعد ما حسبناها. ليه بتعتقد why do you think ان Anne enjoyed her visit to أسوان؟ ليه بتعتقد ان Anne تمتعت بزيارتها إلى أسوان؟ Because she enjoys seeing، بتتمتع برؤية the high dam يعني السد العالي. السؤال الرابع، a teacher is a person، المدرس شخص. يبقى هو عايد على المدرس اللي بيدرس للطلاب. there is no water in the glass، مفيش مية في الإزازة. the glass is empty، الإزازة فاضية. ancient يعني قديم جدا. is the opposite of، عكسها modern، حديث. ماها likes the knot of Ramses out of the museum. يبقى ذا ستاتشو، بتحب تمثال رمسيس خارج المتحف. people have different knot about music. اكيد different opinions، الناس عندها اراء مختلفة عن الموسيقى. we went knot in the mountains، في الجبال ممكن امارس رياضة التريكينج. okay. روبنسون كروسو is a knot story by دانيال ديفو. يبقى adventure story يعني هي قصة مغامرة عن طريق دانيال ديفو، مش قصة جغرافية ولا علمية ولا تاريخية. ريم از نوت زان رانا، مقارنة بين اتنين في الصفة القصيرة. يبقى اولدر زان، ريم أكبر سنا من رانا. كارز السيارات، أرميدوف مصنوعة من ايه؟ ميتال المعدن. ات از كلاودي، الجو مغيم. يبقى ات از جوينج تو رين، هتشتي. طب ليه هنا مش ويل؟ عشان هنا في دليل، الجو مغيم ده دليل ان هي هتشتي. لو مفيش دليل كنا قلنا it will rain، لكن قال لي الدنيا مغيمة يبقى it is going to rain، سوف تشتي. the cat is cleaning itself، القطة دي مفرط غير عاقل، عوض عنها ب itself. عادل didn't buy، didn't بيجي لها المصدر. is there any friends؟ لا، يبقى are there عشان الأصدقاء جمع. he is going to travel، هو سوف يسافر بالأتوبيس. هنا بص بدون أي أداة، يبقى باي بص، هو هيسافر بإيه؟ باي باص بالأتوبيس. هنا الباراجراف على A New House، منزل جديد، هننزله إن شاء الله بعد نهاية الامتحانات. ونحل مع بعض محافظة أسيوط صفحة 98. يبقى خدنا الامتحان رقم 14 و15 و16 وده ال 17، الامتحان الرابع في الفيديو. السؤال الأول listen and choose، زي ما تعودنا استمع واختار. هنسمع ونختار. My uncle's job is an engineer. He designs engines for cars. My aunt is a nurse. She works in a hospital. بتشتغل فين؟ في مستشفى. She works in a hospital. السؤال الثاني محادثة، أرى المحادثة وأفهمها وأبدأ أحل. A teacher is talking to a student who is late for his class. مدرس بيكلم طالب متأخر على إيه؟ فصله. teacher بيقول إيه؟ Why are you late
سليم ليه متأخر؟ قال له سوري سير، آسف يا سيدي. There were no many, were too many cars in the road. يعني كان في سيارات كتيرة في الطريق. There were too many cars in the road. قال له سؤال، قال له I came on foot. أنا جيت ماشي. يبقى إزاي جيت؟ قال له سؤال، قال له إجابة. It is my second time. لا دي المرة التانية. قال له second time. قال له إيه؟ جملة. قال له I am so sorry sir. أنا آسف يا سيدي. But we have a test today. عندنا امتحان النهاردة. أنا عايز أدخل. قال له أوكي. Coming تعالى. ادخل. But you must leave home earlier next time. يعني سيب بيتك بدري المرة اللي جاية. نبدأ بقى حل. يبقى why are you late سليم؟ Sorry sir, there were too many cars in the road. How did you come؟ يعني جيت ازاي؟ مش. قال له مثلا ايه؟ Is it your first؟ Is it your first time؟ هل دي أول مرة ليك؟ To be late، تكون متأخر. قال له نو، لا دي تاني مرة. قال له second time. قال له ايه؟ You mustn't come in، ممنوع تدخل. قال له آسف بس عندنا امتحان. قال له تمام ادخل، بس المرة اللي جاية سيب البيت بدري. قال له thanks. thanks يعني ايه؟ شكرا. السؤال التالت قطع، هنترجم القطع ونحل الأسئلة. My name is أمير، اسمي أمير. I am 12 years old، عندي كام سنة؟ 12 سنة. We have a small toy shop، عندنا محل لعب صغير. Fridays، أيام الجمعة are the busiest days in our shop، هي الأزحم في محلنا. So my mom takes me there، أمي بتاخدني هناك. To help dad، عشان أساعد أبي. That's why، ولهذا السبب. I like Fridays، بحب أيام الجمعة. We let children play with the toys، بنسمح للأطفال بيلعبوا بالألعاب. In the store، في المتجر، هنا store بمعنى متجر أو محل. My dad says، أبي يقول I should watch the toys and make sure nothing is broken، لازم أشاهد الألعاب وأتأكد إن مفيش حاجة مكسورة. من الشيلدرن، كثير من الأطفال. From my school، من مدرستي. Come to the shop، بيجوا المحل. And look at our new toys، ويبص على اللعب الجديدة. It is always noisy there، دايما الدنيا دوشة هناك. Because there are a lot of babies، لأن يوجد الكثير من البيبيز. And small children، الأطفال الرضع والأطفال الصغار. Little girls، البنات الصغيرات. Like to come to see dolls، بيحبوا يشوفوا الدولز. While boys come for cars، والولاد بيشوفوا cars السيارات. Some children، بعض الأطفال. Just want to play with toys، عايزين يلعبوا بالألعاب فقط. But some others want to buy them، بس في آخرين بيحبوا يشتروهم. يبقى زي معايدة على الألعاب أو على toys بمعنى صح. It is a bit tiring، هو متعب مجهد أو مجهد قليلا. For me، يعني الموضوع بيبقى مجهد ليا، متعب ليا. But I like going to the shop، بحب أذهب للمحل. And helping my father، وساعد أبي. يبقى هنا زم عايد على إيه؟ يشتروهم، يبقى toys الألعاب. هنا store بمعنى إيه؟ بمعنى shop. هنا أبي قال لي عنده كام سنة؟ 12، 12 سنة. What is the passage about؟ يعني القطع عن إيه؟ عن أمين مثلا ومحل أبوه الصغير، صح؟ أمير and his father's مثلا إيه؟ شوب، محل أبوه. What do the girls like to do at the shop؟ البنات بيحبوا يعملوا إيه في المحل؟ طبعا إحنا قلنا البنات بيحبوا إيه؟ يشوفوا الدولز. يبقى زي like to see dolls، دول يعني دمية زي العروسة كده. Why do you think أمير loves Friday؟ ليه بتعتقد أمير بيحب أيام الجمعة؟ Because هقول I think he loves Fridays because he goes to his father's small toy shop، بيروح لمحل اللعب بتاع ابوه الصغير. to help him، عشان يساعده. مثلا السؤال الرابع،
My work is not my home, so I walk. أنا بمشي للشغل كل يوم يبقى near، عملي قريب، فعشان كده بمشي. We went to the north to look at the stars. بنبص على إيه؟ بنبص إيه المكان اللي بنروح ليه عشان نبص على النجوم؟ يبقى إيه؟ planetarium، القبة السماوية. ببص في المكان ده على الكواكب أو إيه؟ النجوم. We can get electricity، نستطيع أن نحصل على الكهرباء. From solar panels، من اللوحات الشمسية. Who is نقط؟ علي or his sister، من الأطول، علي ولا أخته؟ يبقى taller، مقارنة بين اتنين. مفيش هنا زان، عشان هنا مين الأطول؟ كنا إمتى نحط زان؟ أقول علي is taller than his sister، علي أطول من أخته، لكن هنا مين الأطول؟ Children usually enjoy، الأطفال يبقى themselves، عشان جمع يبقى themselves. We should not all the things to save our environment. We should recycle. يعني ينبغي أن نعيد تصنيع الأشياء القديمة عشان نساعد بيئتنا. We are going to go not across Sinai. هنعمل إيه عبر سيناء؟ تريكينج، التمشي أو التجوال أو الترحال. A jellyfish stings you، بتلدغك. When you touch it، لما تلمسها. Not is your birthday، it's in May، في شهر مايو. يبقى إمتى عيد ميلادك؟ When. The teacher asked the students، سأل المدرس الطلاب أو طلب منهم، to work in pairs، يشتغلوا في ثنائيات كل اتنين مع بعض، and do a quiz، ويحلوا إيه؟ الكويز. السؤال الخامس، there were any boys at school yesterday؟ there weren't، عشان any في النفي، فأنفي. My father bought a new car in 2021 أو in 2021، in مع السنين. When we freeze water، لما بنجمد المياه، it turns. ليه turns يا مستر؟ عشان القاعدة بتقول ايه؟ هنا when بتساوي if، ودي حالة شرطية صفرية، يعني ايه؟ لما بنغلي المياه بتتبخر. if مضارع مضارع، أو when مضارع مضارع، والمضارع هنا معيوش ايه، بحط الفعل اس. What do you do last weekend؟ ولا what did you do last weekend؟ السؤال السادس، أنا adventure sport، رياضة مغامرة، إن شاء الله هننزلوه بعد نهاية الامتحانات. وبكده يبقى خلصنا أربع امتحانات في الفيديو ده، الامتحان رقم 17 و16 و15 و14، فاضل لنا ثلاث امتحانات 18 و19 و20، هسيب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو قائمة التشغيل فيها حل امتحانات كتاب المعاصر بالتفصيل، وكمان قائمة التشغيل فيها حل كتاب المعاصر الشرح بالتفصيل. ونتقابل في فيديو جديد في معلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.